السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد ذلك ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعملوا بلايك عشان يوصل لكم جديد. ولا أنه فيكم بالتذكرة تبدأ ب 18 جنيه أسعار وأماكن 367 أتوبيسا لنقل موظفي العاصمة الإدارية. كشفت وزارة النقل عن خطة تشغيل خطوط العاصمة الإدارية الجديدة ضمن خطة نقل الموظفين من إقليم القاهرة الكبرى من خلال إتاحة 367 أتوبيس من باص. وأشارت الوزارة إلى أنه تم إعداد خطط لزيادة أعداد السيارات طبقا للتصاعد في الطلب على الخدمة، حيث تم تجهيز عدد 326 سيارة وجاري استكمال أعداد عدد 41 سيارة أخرى، ليصبح إجمالي عدد السيارات 367 سيارة كحد أدنى. يأتي ذلك بالتعاون مع جهاز النقل البري الداخلي والدولي، والذي تعاقد مع 9 شركات نقل خاصة بإجمالي عدد 367 أتوبيس ميني باص من خلال 48 مسار مخفف. النقل تكشف تعريفة ركوب ومواعيد تشغيل السيارات. وأضافت وزارة النقل في منشور لها عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أن تعريفة ركوب السيارات يبدأ من 18 جنيه ويصل في بعض الأحيان إلى 45 جنيها طبقا لطول المسافة، وتبدأ مواعيد التشغيل من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليل. وأوضحت النقل أنه على الشركات أن تقوم بالتشغيل من نقطة البداية وحتى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وعند العودة يتم استخدام المواصلات الداخلية لشركة أكنا للحافلات للوصول إلى محطة الحافلات المركزية. خطة نقل الوزارات والموظفين إلى العاصمة الإدارية. ترتبط خطة نقل الوزارات بشبكة النقل تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، وتربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى. وعلى رأس هذه الوسائل القطار الخفيف والخط الثالث للمترو وتكاملهما مع خطوط النقل الأخرى والتي تنفذها وزارة النقل. وتستهدف الحكومة نقل موظفي الدواوين الرئيسية فقط، وكذلك قصر العدل على الخدمات التي لا تتطلب انتقال الجمهور إلى العاصمة الجديدة في هذه المرحلة، فهي تستهدف انتقال حوالي 500 ألف نسمة ومن 40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الأعوام الثلاثة الأولى. وبهذا قد أوفيناكم بتذاكر أسعار وأماكن تذاكر 367 أتوبيس لنقل موظفي العاصمة الإدارية الجديدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.